والحلو كمان وكان جميل في القصه بصراحه وفي الموضوع تشجيل مسؤولي اللجنه الاولمبيه. احنا شفنا فيديو ليها ودكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هو بيشجع الثنائي كان من المدرجات. يعني خلينا طب نروح نتابع كده التشجيع والفرحه كانت عامله ازاي بالظبط ونرجع نكمل. هو ده مشهد لطيف والله. انا بأشعر لما والله العظيم الواحد بيأشعر لما بيشوف كده عارف انت المصريين يكونوا متلمين في مكان بيشجعوا ابن بلدهم وفي محفل دولي كبير. معرفش انا يعني بحس ان بجد الواحد يتمنى ان هو يكون شخص فعلا بيرفع اسم مصر في الخارج, ولو ما كانش هو لا يبقى يساند اللي يقدر ان هو يرفع اسم مصر في الخارج. هو ده اللي احنا عايزينه, ويمكن ده اللي احنا قلناه امبارح, ويمكن ده اللي ابطالنا قالوه زي ما كريم كان بيقول دلوقتي يعني التصريح اللي قاله وسيف قال لك انا عايز مسانده. خلي بال حضراتكم كل كلمه بتوصل, يعني السوشيال ميديا ما خلتش قصه ان انت في قاره وانا في قاره وانت في بلد وانا في بلد, الكلمه المنشن بيوصل. فخلينا دايما داعمين ليهم, وانا واثقه دايما ان المصريين بيكونوا سند لبعض. فباذن الله كمان لما ندي ثقه كده ونكون مؤمنين يقدروا ان هم يحصدوا لنا كمان بطولات وميداليات اكتر. وده يرجعنا برضو للجمله اللي قلناها امبارح لحضراتكم, كنا بنتكلم من خلالها على الناس اللي هي ايه حريفه بتكسير المقاديف وان هم يوقفوا المراكب السايره. قلنا مش قادر تساعد في البناء ما تهدش, ما عندكش كلمه طيبه تقولها يبقى اضعف الايمان تنقطنا بسكاتك, لان احنا في محفل ما بيتكررش كتير. وفكره ان في بعثه مصريه مكونه من كتير من ابطال وبطلات مصر في رياضات مختلفه, فرصه ان مصر عالمها يترفع في هذا المحفل الدولي حاجه محترمه جدا. فرصه ان احنا نبقى برضو لينا تواجد على الصعيد العالمي في دنيا الرياضة حاجة محترمة جدا.